هذه الأرقام كيف يمكن أن تنعكس على مستوى السياسي وأيضا الاقتصادي بين البلدين؟ العلاقة السياسية والاقتصادية واضحة من خلال التاريخ السياسي، ومن خلال كما تفضلت الأرقام اللي هي تدل على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية القوية. لكن نحن في مرحلة الآن ننظر إلى الأمام، ماذا بعد؟ طبعاً إذا كان هناك أي مجال ممكن أنه يستفاد من فرنسا في أي مجال يخدم رؤية المملكة 2030، أعتقد أنه هذا هو المستقبل الذي نحن بصدد البحث عنه الآن. طبعا ربما لاحظتم أنه خلال الزيارة تم توقيع اتفاقية للاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهذه هي المبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، والذي سيقام في مدينة نيوم. وربما أنه لا يعرف الكثير أن إنتاج الهيدروجين الأخضر هي مبادرة تعتبر نوعية بالفريدة على مستوى العالم، لأن العالم أنتج هيدروجين الذي يسمى الهيدروجين الأزرق والرمادي، ولكن مشكلة الهيدروجين الأزرق والرمادي أنه يعتمد في إنتاجه على الوقود الأحفوري لإجراء عملية التحلل الكهربائي للهيدروجين من الماء. لكن في موضوع نيوم سيتم الاعتماد على طاقات بديلة، بمعنى أنت تعتمد على طاقات بديلة، ألواح شمسية وتوربينات رياح لتوفير طاقة لتشغيل محطات التحلل الكهربائي التي من خلالها يتم تفكيك الهيدروجين واستخلاصه من الماء وبالتالي الاستفادة منه.